الناحيه المعنويه. أوه الحمد لله انا اليوم دخلت الحمد لله ليسونسيال عاونت الفريق تاعي، البيت ان شاء الله يجي يجينا ما تقلقلوش. ما راكش مقلق؟ نو مانيش مقلق كاع. اول حاجه الشعب الجزائري يحب كره القدم ويحب المنتخب الجزائري كتصوا، وكان تصب التجمع مش في صحيح يخرجوا. نشكرهم بزاف ان شاء الله بروشان ماتش يدعمونا اكثر واكثر ان شاء الله. بيان سور كيما قلت لك كاين 28 جوار كاين اللي ماذا به يروح للمنتخب الاول ان شاء الله، نتمنى كاع لي جوار ان شاء الله ربي يوفقهم باش يروحوا للمنتخب الاول ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه كريمو.